والحقيقة أنه فكرة المراعاة يعني المواطن دي تحدث عنها سيادة الرئيس في كلمته لما أشار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال أنه المواطن هو من تحمل يعني التبعات بتاعته ومن تحمل يعني قيام الدولة به وهو من ينفذه ويضمن نجاح هذا البرنامج. الحديث عن الجمعية العامة الحقيقة أنه يعني في حاليا في نيويورك، في شوارع نيويورك، في سيارات بتحمل لافتات بتندد بسياسة أردوغان وعلاقته بالتنظيمات الإرهابية، واللافتات دي ورد فيها أنه أردوغان هو الأب الروحي للجماعات الإرهابية وهو غير مرحب به في الولايات المتحدة لما جاي. خلينا نتابع هذه اللقطات.